إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقواه فلاح للعبد في الدنيا والآخرة أيها الموحدون لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالنساء أوصى بهن وبالإحسان إليهن فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن كسرته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا أخرجه البخاري ومسلم وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي فيها الرجال بالنساء عباد الله والذي دفعني للكلام والحديث عن المرأة في هذه الجمعة المباركة هو أن كثيرا من الزنادقة وأعداء الإسلام ينبحون كالكلاب في كل مكان يقولون إن الإسلام لم يعطي المرأة حقها فأردت أن أبين لكم من خلال الكتاب والسنة أن الإسلام وحده هو الذي أعطى للمرأة حقها بل وأكرمها. Brothers and sisters, fear Allah subhanahu wa ta'ala as he should be feared. And acknowledge that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam requested towards the end of his life to take care of women, to be kind and righteous and dutiful towards them under the authority of Abi Hurairah. May Allah be pleased with him. He said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith that is agreed upon by al-Bukhari and Muslim, be good and kind to women. They were created from a rib and the upper part of the rib is bent. So if you were to fix them, you will break it. And if you left it the way it is, it will stay bent. Therefore, be good and kind to women. And as we mentioned, this hadith is agreed upon. This is a great will and bequest from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, bequesting to men to be kind and dutiful and respectful towards women. We said the reason why today the khutbah is about women in Islam is that a lot of the enemies of Islam nowadays mention and bark that Islam did not give women its rights and Islam does not respect women. And we will see, ya ikhwa, through the kitab and sunnah how Allah subhanahu wa ta'ala has granted them and Islam only, exclusively, gave to women its rights and the respect they deserve. أيها الموحدون عباد الله ومن العدل قبل أن نتكلم عن المرأة في الإسلام أن نشير إلى المرأة قبل الإسلام أي في الجاهلية وفي بلاد الغرب الآن ليتبين لنا واضحا أن الإسلام هو الذي كرم المرأة وهو الذي أعطاها حقها عباد الله المرأة قبل الإسلام في الجاهلية كانت بمثابة العار والله تبارك وتعالى يصور لنا في كتابه العزيز مشهدا عظيما
يبين لنا فيه حال الرجال في الجاهلية إذا بشر بالأنثى. قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. We said, brothers and sisters, it is only fair before speaking about women in Islam to speak about women before Islam, meaning in the pre-Islamic period of Jahiliyyah, and to speak about women nowadays in the West, so that it shows clearly that Islam exclusively gave to women its rights and its respect. We said, brothers and sisters, before Islam, the pre-Islamic period of ignorance, women were nothing but shame. They were shameful. They were a disgrace. And Allah subhanahu wa ta'ala shows us clearly in the Quran how men were disgraced if they were blessed with a baby female and a baby girl. Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates. If the man was informed that his wife had a baby girl, Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates. And when news of a female baby's birth is taken to one of them, his face darkens with sorrow and he is filled with sadness inside. He hides himself with shame from his people because of the bad news he has. Will he keep the baby with pain and disgrace or bury her in the dust? Oh, what an evil choice they decided on. أيها الموحدون، كان الرجل في الجاهلية إذا جاءته الأنثى ورزق بها أمسكها على مضض وألم، حتى إذا بلغت سن السادسة من عمرها زينها وطيبها وأخذها من يدها إلى الصحراء، فإذا وجد بئرا من الآبار قال لابنته: انظري في هذا البئر، فإذا نظرت فيه دفعها من الخلف وأهان عليها التراب ورجع سعيدا مسرورا لأنه تخلص من العار. وكانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وجاءها المخاض ذهبت إلى الصحراء وجلست بجوار بئر، فإذا جاءت بغلام حملته ورجعت إلى أهلها، وإذا جاءت بأنثى ألقتها في البئر. وهذا يبين لنا أن المرأة كانت في الجاهلية بمثابة العار. We mentioned, brothers, in Jahiliyyah, the pre-Islamic period of ignorance, if a person was blessed with a baby girl, he would keep her with sorrow, disgrace, sadness, and raise her until the age of 6. On one day, she wears nice clothes, they beautify her, he takes her by her hand to the desert. He searches for a well. When he finds a well, he tells his daughter to look inside. When she does, he pushes her inside and then dumps dust on her and comes back happy and pleased that he got rid of the shame and disgrace. A woman in Jahiliyyah, if it was time for her to give birth, it was that time in labor, she would go to the desert as well. She would either dig up a grave or look for a well. And she would wait. If she delivered a boy, she would go back to her family, happy. And if otherwise, she would throw this newborn into the well or bury him or bury her alive. This shows clearly how in Jahiliyyah, before Islam, women were nothing but a shame and disgrace. أيها الموحدون، أما المرأة في الغرب الآن إذا بلغت سن الشباب فهي سلعة تجارية رخيصة يصورونها على السلع، لا تباع السلعة إلا إذا وضعت عليها صورة فتاة جميلة، حتى نجد ذلك على شفرات الحلاقة ونجد ذلك على إطارات السيارات، فهي رخيصة عندهم، عرضهم رخيص. ثم إذا بلغت سن الشيخوخة عندهم فإنهم لا يطيقون وجودها، فيأخذونها إلى دار المسنين، وفي يوم واحد في السنة يزورونها، وهذا ما يسمى بعيد الأم عندهم، وقد قلدناهم في ذلك وإلى الله المشتكى. We mentioned, brothers and sisters,
Women nowadays in the West, what are women nowadays in the West? They're nothing but a commodity. Sila. They're one of those products and goods. Every product has to have a picture of a beautiful woman on it. It will not be sold. Even things that are for men. As we mentioned, blades or even tires. Everything has to have a woman's face on it, a woman's picture on it. There's no respect for her. There's no respect. She is nothing to them. She is a commodity. They raise her to become a model. They raise her to become a model. They teach her advertising. From a very young age, pageants. She's 3 years old. They teach them how to become pageant queens. Because there's no respect. She's a commodity. And then when she grows a little older, they cannot stand her being with them. They go get rid of them. Send them to the seniors community. And on one day of the year, they go visit her. It's called Mother's Day. And we seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala. Some of the Muslimin have imitated them in this matter. أيها الموحدون هذه المرأة في الجاهلية أي قبل الإسلام والمرأة في الغرب عرفنا حالها فجاء الإسلام فأعطى المرأة حقها طفلة عند أبيها وزوجة عند زوجها وأما عند أبنائها فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. We said we have just seen the condition of women before Islam, the pre-Islamic period of ignorance, and women nowadays in the West, and as we will see, bi-ithnillah ta'ala, how Islam respected women as a daughter under her father, or a wife under her husband, or as a mother. And how Islam has respected her and kept her honor and dignity. أيها الموحدون المرأة في الإسلام هي جوهرة ثمينة. أولا جاء الإسلام فكرم المرأة كما كرم الرجل. قال ربنا تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثانيا جاء الإسلام فحرم قتل البنات. قال ربنا تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم عليكم وأد البنات. أخرجه البخاري ومسلم. ثالثا جاء الإسلام فكرم المرأة قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قدم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات هبة البنات على هبة الأولاد والذكور. قدم تبارك وتعالى في هذه الآيات هبة الإناث البنات على هبة الذكور والأولاد. وقد أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة في كتابه باسم النساء تكريما للمرأة. We said, brothers and sisters, woman in Islam is a very valuable jewel. First of all, Islam came and honored women just as it honored men. Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates. And indeed, we have honored the children of Adam. Second of all, Islam made it forbidden to kill daughters and newborns. Allah subhanahu wa ta'ala says what means when the female infant buried alive is questioned for what crime she committed and for what crime was she killed. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Allah subhanahu wa ta'ala has made it forbidden for you to kill the infant females. And this hadith is agreed upon. Third, we mentioned that Islam respected women. We mentioned the ayat in which Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates to Allah belongs to the kingdom of the heavens and the earth. He creates what He wants and what He wills. He bestows female children upon whom He wills and bestows male children upon whom He wills.
according to His will and His plan. Or He gives both males and females. And He leaves some whomever He wills barren without any children. Verily, He is full of knowledge and power. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the gift of female children before the gift of male children. رَابِعًا أَيُّهَا الْأَفَاضِلِ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يَظْلِمُ النِّسَاءِ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحذر حق الضعيفين اللهم إني أحذر حق الضعيفين اليتيم والمرأة رواه الإمام النسائي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله على الجميع. We said the Prophet صلى الله عليه وسلم has made it forbidden upon men to oppress women. He said صلى الله عليه وسلم, what means? Be aware of the rights of the orphan and the weak. Be aware of the rights of the two weak, the orphan and the woman. This hadith is collected by Nasa'i and authenticated by Al-Albani. May Allah have mercy on them all. Salat tabarak wa ta'ala yaj'alani wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru inna rabbi ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة, ومن الأمور التي كرم الله تبارك وتعالى بها المرأة في الإسلام أن جعل الإحسان إلى المرأة سببا لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. Islam made kindness towards women a reason to enter Jannah with the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. He said صلى الله عليه وسلم, what means? Whoever raises two daughters until they reach the age of puberty, he will enter paradise with me like this. And he combined between his index and middle finger. Sallallahu alayhi wa sallam. The hadith is collected by Imam Ahmad and authenticated by Al-Albani. أيها الموحدون أما حق المرأة عند أبيها فهو أولا الإسلام أمر الوالد أن يحسن تربية البنات كما سمعتم في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار وأمره الشرع أن يأمرها بالصلاة والحجاب والعفاف والعفاف. ثانيا أمر الإسلام الوالدة أن يختار لابنته الزوج الصالح وأن لا يؤخر زواجها بسبب الدراسة أو بسبب رفع المهور أو بسبب أنه يبحث لها عن غني وصاحب منصب. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. We mentioned, brothers and sisters, that Allah tabaraka wa ta'ala, through His legislation, has given women rights under her father. We said, first of all, Allah subhanahu wa ta'ala bequested to the fathers to raise his daughters properly, teaching them tawheed, teaching them salah, teaching them modesty, wearing hijab. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever has been blessed with two women, with two daughters, and raises them properly, they will save him from the hellfire. And then we mentioned that Allah tabaraka wa ta'ala ordered the father to choose for his daughters a righteous husband, not based on wealth or status or lineage. That's the reason why they delayed the marriage, or she's studying, or any of this stuff. Rather, he chooses for her the righteous man, not a rich man or a person who is not practicing, rather a righteous man. Prophet ﷺ said, if a person who you are pleased with his religion and his character and morals asks, then marry him. أيها الموحدون جاء الإسلام وأعطى المرأة حقها في الإرث قال الله تبارك وتعالى
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين تعلمون أيها الأفاضل كانت المرأة في الجاهلية لا ترث أبدا لا ترث أبدا جاء الإسلام وأعطاها حق الإرث وسد الله تبارك وتعالى legislated through the Sharia the right of the woman in inheritance. He says subhanahu wa ta'ala what means and what translates. Allah commands you in and regarding the inheritance for your children to the male a portion equal that of two females. Before ya ikhwa in jahiliyyah, the pre-Islamic period of ignorance, women did not receive any inheritance. أَمَّا حَقُّ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَوْلَادِهَا يَكْفِينَا فِي ذَلِكَ تَكْرِيمًا لِلْمَرْأَةِ أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ قال ربنا تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. We said as for the right of the woman as a mother and the right of her upon her children, it is only enough to mention that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that the dearest deed to him after worshipping him alone, after being upon tawheed, is being kind and dutiful towards the parents. He says subhanahu wa ta'ala what means and what translates, and your Lord has commanded that you worship none but him alone, and that you'll be kind to your parents. Al-Islam أعطى المرأة حقها بنتا عند أبيها وأما عند أبنائها فاتق الله في بنتك ولا تحرمها من الميراث واتق الله في أمك وبرها فإنها إذا دعت لك وانتقلت إلى الدار الآخرة ستعيش مطمئنا بعد ذلك ولكن إذا فرطت فيها وأهملتها وماتت وهي غاضبة عليك ستندم والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين بوالدينا. We mentioned, brothers and sisters, that how clearly it is that Islam gave the woman its right as a daughter under her father and as a mother with her children. So one has to fear Allah subhanahu wa ta'ala. Fear Allah subhanahu wa ta'ala with your daughters. Do not deny them inheritance. And fear Allah subhanahu wa ta'ala in your mother. Be kind and dutiful towards her. Do everything you can, especially if she's alive. Because if she's gone, you will regret it and it will be too late. And the way you deal with your parents is the same way your children will deal with you. If you were disrespectful, were not kind, the same thing, the same way your children will react towards you and treat you. We ask Allah tabaraka wa ta'ala to keep us from those who are kind and dutiful towards our parents. Salat tabaraka wa ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum li kulli khayr. اجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل هذا ما سمعتم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله أكبر الله أكبر